السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، كيف حالكم؟ شو أصبحتوا؟ أنا ياس أتكلم، أنا ياس ما يخصك فيي. نقدم البرنامج اليوم الأول هو المذيع. أقولكم اليوم يعلى الله يحفظكم الأحد، وفمن من أحد لين أحد شيء سوق اسمه سوق الأحد عندهم في بانكوك. يتناع توبة ويصيحون منه. يكون الساعة 10:30 لين الساعة 5 العصر. 4:30 5 خلاص يسكر السوق. انزين اسكت خليني أتكلم. والله راقد البارح مره مخر يا غير اصريت اني اسير في خاطري لان ما سرنا لحد هذا خلاص نحن يوم الجمعه الجاي ان شاء الله بنكون في ابو ظبي. فوالله حاط انها في بالي السيره اسبتي كان رقادي قلق يكون الله في العون عاده اليوم اكيد انه رقادي بيكون عاثر. من نوصل بسوي لكم سنابات بنشرح لكم شو الوضع بنطالع سوق اللحد. يقولون السوق عباره عن ثلاث اماكن فيه اهم شيء اهم اشياء ثلاثه من الاشياء المهمه سوق الوعيان والشبره وسوق الطيور وسوق الاغراض يعني البيت. العالم كلها تصيح من مليون ادمي وادمي ناصح وانا كل ما اي اني بسير لك ما يواحي لي عاد البحر حشرنا علي ويا نخيره وحسبتي ما رقد بين حجرتنا وبينه تقريبا ثلاث حجر فلذلك نخير ما شاء الله عليه ري الدنيا وبس بغيت اخبركم شو توك تقول عك علي عن الفوده؟ هي اسكت انت توك شو تقول عن الفوده هاي؟ انا زين شو بلاها؟ ها؟ البيت هي حق يوم بتصير ثوري تبى من هالنوع؟ لا هذا بس حديم هي ما تحتاجهن حق يوم تلعب في الجيم تبغيهن يوم تسوي رياضه مشي زين حق يوم تعقت مثل زين علي شو قال لك صلاح يسوى شو قال لك عن الفوات ناخذ من الفندق صح شو قال لك خذ من الفندق مكودات انت شو قلت له عيب انا صلاح شو قلت له انا من الناس يعني هي هذا مال الناس حرام ممنوع ناخذها مال الفندق وعلي يباك صلاح شو قال لك علي خذ من الفندق إيه؟ انت قلت له حرام إيه؟ هذا تعرف ليش قلتي إيه؟ لان الحرام والحلال عنده واحد إيه؟ ما تشوفه هذا الادمي ما يعرف الحلال من الحرام ليه؟ كل ها ما تقولش كذا ما قلتش كذا غرينا والنجدين لان كذا حرامي انك حرامي بطيره تبى تعلم الولد السرقه تقول له خذ علمه بعد العمر ده كله هي نعم دو اللي معلمني ها صلاح صلاح روح مبيون ينظفون ما يحب الوصف يا الله شوف هذا فقير شفت الابتسامه كل شيء طايح يروح لقطه الا انت اخر مره حبيبي لا تستحب بكل الروان صلاح انت بتبص على تذبحني صلاح قول بسم الله الله اكبر تعبت البارح من المشي؟ كيف تعبت وايد لشوية؟ شوية وين كان يعورك؟ وايد لشوية؟ لا ما له ها بس ريل وحده هاي ما تعور شو صلاح شو صلاح وين يعور وحين بخير الحمد لله يلا بينا نمشي اسكت عينه خليه يتكلم نمشي بقى شو وحين ودي علي ويانا السوق ولا ما ودي انت شو تقول اللي انت عايز انت شو تبغي اروح معك مشكله ما حبيبك يقول ما صح راسه صحه ما زبط ما زبط شي شعر حبيبي شو يا زين ما عريخ ناك يشتري شعره خلاص وهذا شغلي انا عاده قبل ما احرك من الفندق لازم الطم لك هذا دبل اكسبريسو واحد يعني يضرب في خمره الراس ولايك الله يحفظكم عاد الحين نحن تريل مو تريل طالبين تاكسي من الفندق شيت كاسي خاري كان كافي خاطري مو تم الكبار اقولكم ترى صلاح عزر علي بيشرب شراتي اكسبريسو ما طعت انا فصار هناك شيء ثاني مكان يجهون الخطاط فحين يغايضني ونه يغايضني ونه ترى باع الله العظيم يا صلاح صار عند صلاح قهويت؟ واحد واحد بعد تبغى واحد غيره؟ لا السحب وعندها والقهوه الدنيا خير خيرات الله كلها ها صلاح سلمت على الرجال صلاح؟ صلاح سلمت على الرجال؟ تريقت ويانا تريقت ويا صلاح والله؟ ايه فوق يا حي نعم 4, 5, 6, 7, 8 only 8 station from which one from from Chitlong this one from Chitlong yes. and the other station
We'll go from here until here. Eight station. Eight direct, no change. To the Sunday market. Thank you very much. يلا صلاح غايته بنروح في القطار صح صلاح نروح في القطار نحن الحين في هاي في شيتلونغ بنسير ليل مرشد ستيشن تمام محطات سيدة لا يعني تمام محطات لا فيها شرق ولا غرب وأخير عن التكاسي يلا بنرمس الخلاف Thank you مع السلامة بوي شو سؤالك صلاح لا 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 احنا ما بنسير نانا بنسير محطة بعيدة يسمونها محطة مرشد بنحرك لين نوصل يكون 10 دقائق اذا في القطار اذا في الباص اذا في التاكسي ما يسدنا ساعة النوم طلع 6 تذاكر نحن 6 اشخاص 6 تذاكر ب 250 مالهم يعني 30 درهم حق 6 انفار لو سايرين بسيارة على الأقل بيظهر باكر عجيب وأرخص وأسرع قمض بالرجل لأنك واصل بشروبة وصل مرحبا بالقطار يلا صلاح ذاهب جاهز يلا هالسهم مالك والله ممزور لين عين القطار ممزور لين عين صلاح واجد صلاح تشطن لا ابوي نحن 6 انفار نحن ابوي مش 4 انفار انا وعلي واسد وصلاح وشي نفرين ويانا غير ما يبون حد يصورهم وانا ابوي ليه ما يبي يصور انا ما اصوره حتى لي اتلاقى وياهم حد من العرب اول ما اشوفه يقول لي تراك ما تراني ما باك تصورني زين ابوي انا ما بنشاد اصورها من ابو ذر اللي يبى تصوير تراني اصور انا ابوي ما اصور حد الا مشاورنا هذي تشوفونهم ابوي ما يصورون الا باذن واللي ما يطيع تراني ما اصوره واللي ما يبى تصور ما اصوره ما بيارسل لو اصور العرب مني والطريق يذهب لي حد من العرب والله يتمنعنا وهنا راغبات ما باد تزوني عليه يعني شو بقولكم يعني شرات اللي يوم بي عندي لا دمي ريال له حرمه والله صورنا خالد لا شور ولا مشاور نسي تروم تقول ابوي انا ما باك تنزل صوري هذا عاد منو رد الفطين اللي هو يشاتي مفروض يقول لابوي تروم تقول له ما اريدك تنزل صوري ما بينزلها ما ابغى صبزور لكن ابوي لكن الملاقه اللي ظاهره من عيون حد من العرب والله ما حد ملك عنهم الا هذا ها تشوفونها بحلج عيونه الحين نحن في فيكتوري مارت ما ادري مان باقي وحده اثنتين ثالثه بنزل فيها اظني الرابعه كانها هي لا الرابعه يقولوا لي معذب عمرك في القطارات بالعكس تجربة حلوة والقطارات زينة لو ما بزينة ما سوت حكومة مثلا لو بعد لو راتبين نحن سيارة تاكسي ولا خصوصي خلينا حينا واتفيدة في نص هاي الزحمة يلا صلاح يلا صلاح مسوي أزمة وراك أزمة مسوي يا ربي العالم يا صلاح ها شوف السلام عليك المنظفة تفتح الباب حق هل بالكراسي اللي يعني هذا ايمرجنسي ولا العالم ها على ما تشوفون تمام ها زين بس يلا شوي هي داخل الاسانسير لازم حق وانت عاد ما تقهر حاطين اللفت حق ذوي الاحتياجات ذوي الهمم زين والعالم اللي من غيرتي يستعملون الدرج كان عليا وين ابوي وين ما تشوف يبيعون ناري البارد دردعت منه
غرام الناري غرام الناري. ضرب الله كم أقواح السنجار. ما شيء شرات يوم تجرب كل شيء في البلاد، أكلهم، وسائل التنقلهم، شربهم، وين يصيرون وين والعالم كلها تمشي مكان واحد، اللي على اليمين اليمين سار على اليمين والراد على اليسار، ما حد يتضارب وكل نخاتل، لا هرنات لا همك الله ولا رمسه، ما حد يهذرب إلا أنا. أي والله العظيم منك منك سيروا منك رياتي على سبب صور سيروا شيء. هذا هو بداية السوق، هذا بداية في من سوق اللحد مال لندن أبدأ بغير سوق اللحد مال لندن بغير هذا المعروضات أكثر شيء تول وايد وأكبر. أوغلن خيبة يلو سهرمان صلاح بس بعد واحد شو تباه هذا صلاح تباهه ها كيف فهمت البد يا ربي يا صلاح مهلعك حبيبي انا بالشلاق شو صلاح بيعطيك خلي ولي هذا حقه على مد النظر هاي اسواقهم التقليديه الاكل التقليدي الطبخ مالهم كل عائله عندها كش كل عائله عندها كش شو حد ابويه يطبخ وحد يبيع وحد يبرز وحد يعري والدنيا مطرجه ولا تقول ابوي هاي ابوي ما بياكلون ولا ها كل اغلبيه اللي ياكل كله مجانب شوف على ما تشوفهم وين ما تصير ها فش ناطو الدنيا شوف اقول لك شوف والله والله العلم انه جميل شيء فنان وقاوي أسواقهم التقليدية شيء جميل ما شاء الله حلو يعني وأمم متعرفيني وريال على السناب مقيم في تايلاند وهو مواطن عنده أشغال وبزنس فقال أنا ما قد شفت الحين ترياه على وصول الحين هو قال أنا ساكن هنا وبقدم لكم الخدمات اللي تتبوها قلت نحن ما محتاجين شيء قال بسير وبيبكم بس يودينا وبيبنا بيعرفنا على المكان يعني قلت لي جزاك الله خير ما بتقصر بي وبنشوف على المخبر بخبركم عنه يقول ما ادري شو عنده يدل وما ادري ايش قايل وما ادري ايش قايل وبس يعرفني عن طريق السناب قلنا انت رياك وحين ياسين تريا عند البوابه ابي البوابه شغلهم الحرفي باتقان شوف ها اسمي السم اللي في الدنيا كله فيه نبثور هذا ثور ابو سناء هب 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 ثانك يو اللي يقولون والله ما يتشاهد السوق عرب وطرشي لي عاد مسجات انا ما اشوف حد ما يتشاهد الناس كلها ابوي خير وبركه والدنيا تجارب انا لين الحين مبدئيا بني المكان ويذكرني حتى في شبربوش في لندن وهذا ابوي لي بالخق يتم هناك وين يبقى في السنوات الرئيسيه ولا انا يعيبني هذا نعم كم عاد جاي لك عرب يصورون وياك صدق داهم انت بكبرك تقاطع عرجات يا حد لك صلاح يا سلام على صلاح بعد حق افسم كيف مسكين ما شاء الله عليك الله شو تقول له؟ شو تقول له؟ شو تقول على صلاح شويه؟ اي والله يعني خف عقلك ان شاء الله هو يخف عليه شويه لان هذا ما نرضى عليه بعد ترى حبيبي الله يعطيكم العافيه ريال ها اللي قال صوتي كابوم ايوه شو اسمك انت بس على تاي داي هاب زين انت من هالوين من هالبروبي طال عمرك ما شاء الله عليك يا الله يحفظك مرحبا وسهلا فيكم انا اسمي فيصل الحسني معروف ابو اليازي التايلندي خبره في تايلند حوالي 20 سنه ايه ساكن في ابو ظبي واللي باي شيء من بانكوك مره حافظونها شارع شارع سكه سكه زنقه زنقه يا رك الله شو صلاح صلاح شو يقول هاي الريال؟ ها؟ بيت 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 زنقة زنقة حارة 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 زنقة زنقة يلا ومن أهم الأشياء عندهم مميزة هذا عصير السنطرة ما شيء أبدا شيء
لا صار ولا سوى شكر ريج وهي الساعة عصر مرطين مكترها شوف الله عليك شو تبى موجود شوف بلاد بلاد هسو كم بطالع كم بتمشي شوف مثلا ها حتى تشتل عندهم لا كل شيء مره سوق هاي سياره بيتحاوط بك في نص السوق للي ما يرمون يمشون ها مره مال كان علته اسواق التقليديه للاكل يعني شيء جميل والله ها صار تبى تاكل هذا القسم هذا كله سراطريج وانت تمشي ها سراطريج وريحة الصهوار ما لها حد لا وعيان شو بقول لكم وكبات شو بقول لكم انا ما شو ها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الصليج مكثرة اروح ابوك يا حافظ يا حبيب شو الكبات ما زينها خفاف وقاويات يعني لما اقول لك العالم كلها تاخذ تحفهم من هالبلاد في اشياء وايد جميله وايد اشياء يعني كم وانا عاد ما في اي لسه اصور الدنيا هذه كلها تقول ما قلت لكم ما في عاد تصوير وايد ها شو تبى؟ طياره بتشحن وياك في الطياره؟ اي يلا 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 وايد والله اشياء مقاوية يعني ما في اشياء عاديه فوق عن الغاوي بعد ها وين ماس كل التحف كل ده وين على مد النظر لكن شكريج شكريج ها شكريج ويعان شو يسألك يقولك أنت من وين دابي أخوه دابي يقول ها he said I am from أبو دابي and I am his brother I am صلاح شو صلاح تسوي لها؟ سو أقول ونحن نمشي خطفت القط هذا على كبر الفنيال لكن شكر ريج هذا أنا غرامي الأناناس لفت انتباهي لكن يوم طعمته شكر ريج شكر معيون شكر معيون حرامي لك ما تروم تاكل من كثر ما هو حلو يسعر ها شو تبى صلاح؟ صلاح؟ فلوس تبى تعطي فلوس منو؟ لا انت تجسم فلوس الا على الحريم اخ عليك صراحه عيب صراحه ان شاء الله توبه ابتي تعطي البنات كل ما تشوف حرمه اعطيته يلا ثانك يو هذا ابوي نداء لكل اللي يشرون البذور من تايلند كل اللي يشرون البذور من تايلند للي حق حديقه بيت شيء بسيط ما عليه لكن حق اللي يصلح للمزارع وما مزارع البذور الهولندية البذور الهولندية مقاومة عن الأمراض وفيها مقاومة عن البكتيريا وطحنة الزمان وإنتاج أكثف وللمزارع لكن حق البيوت حدائق البيوت يستوي يعني هذا واللي ما بفهمي يقول لي أنا ما بفهمي حق أرد أفهمه مرة ثانية لا والله اللي ما بفهمي عاد على هو واضح الشرح أظني والرمسة هاي ترى ما برمسة هي رمسة مهندسين مهندسين زراعيين هذا اللي يقولونه ان ابوي الاشياء هذه تصلح حق حديقه بيت حديقه منزل فانا وياهم المهندسين الزراعيين في جروب واحد بس ما رمستهم يعني من ضمن المواضيع هذه واحد طلب مني اجيب له بذور فرد عليه على المدير فيقول لي تني احسن بذور في العالم هي البذور الهولنديه اكثف وغزاره في الانتاج ومقاومه للامراض يا رب يا الزحمه صلاح مبسوط يا ربي يتقاطر صلاح كل هالعالم الحين جالسين يسوون يصورون هذا يسوي ال شو اسمها الاكله الاسبانيه هذه الاكله هذا اسمها لابايلا كل هالعالم جاي يصور Thank you.
20 pieces of these. 20 pieces. 20 for Mr. Salah Khaldi. For 20 pieces you give me 2 free. Okay. Okay. Salah, شو رايك؟ ناخذك من هذه 20؟ ها؟ كم؟ 100. 100؟ وخيبه. 20. ها شو صلاح؟ زين؟ ناخذ منهن كم حبة؟ 4. و4. لا حب اساميكم انتو شو اساميكم شو اسمك وانت ها ربيان زين وين تنقيت حق عيالك هلا سامي الغاوي انت وين يا انا ما سمعت حد مسمي ضبيان ما شاء الله ام عبد الله ابوي هذا ولدك يسلم عليك جيته هو وام عياله وعياله ما شاء الله الله يطرح فيهم البركه الله يطول عمرك يا الله يحفظك ماني بيس ناو 23 يعني it's mean you give us 3 free thank you صلاح حقك انت اعطوك 3 he need to see them ها صلاح خلاص سويت لك يلا يلا صلاح كل هالدنيا اللي تشوفها كلها تحف كلها تحف واشياء جميل وغاوي والله اشياءهم ما زين الا هاليد ما زينك يا هاليد ما زين ها طالع بدال هاي صلبوطه ما ادري شو هذا شو حبيبي شو صلاح طيارة هذا هالمتن أسد بترتب ويانا في الطيارة؟ إيه إيه بعد والله أشياءهم جميلة يعني هذا حمار وضيحي والله أنت تعالي لس مكان الوادم هذيك منو؟ بسم الله رباع خدوي رباع لا إله إلا الله شوف الله عليكم شيء جميل في منتهى الروعة كلها بوي تحف وانت تمشي ها. وهذه بلادهم ابوي كاميرا اسمها هي بانورامية ثم زينة اشارات البلاد الحين سوق الديبان وسوق ما ادري شو هلا ما تشوفون صناديق وما ادري شو شو بقول شيء ها كله سوق الصناديق والله شيء جميل شوف الله عليك كل ابوي واحد يروم يشتري ويروم وايد اشياء عندهم اشياء مثلا هاي كلها حق حدايق اشياء والله جميله عندهم دقه رزق حب الا انتم تتحرون ابوي عندكم مرايب ابو يمين ها مريال 2 و3 مريالين قنب الحلق ومريال لا ها ابو التحرر انتم عندكم ها اسميهن ولايتيات خدمه ولايتيه لا ابو دقه بعد 0 رقم 1 بيوت قديمه دي ايه
احسن شيء في هالبلاد تمشي تمشي من تعيز ها تلقط لك ابوي ها تسوي لك مساج حق ريولك كل هالعالم تسوي يكدون عمار يكدون عمار شو ها احد الضحايا ها علي تعبت صراحه دوخ فقير هناك اي نعم في البلاد عاد رد على الاسئله اللي تي او ان شيء محلات البذور الهولنديه نعم تقدر تدخل النت وتسال وين تباع البذور الهولنديه اللي الهل بالمزارع اللي يحو ما ادري ما يحو خيار وطماط اشياء بانواع وكميات اللي تبونها يدخلون النت يسالون العرب ما بشو دراني ادري يا غير انا ما اريد اجاوب على شيء بيتحرون الوادم انا شيء خصني شركات الزراعه لكن موجود وعرف في الاكمار وما وطريت انا اسمها وقال ياني راعي الشركه قال لي وانت شو خلاك تتعنى وتتصرف تجيب اسم شركتنا ها ترى يدورون السبب العرب سويت خير يا شوف في عالم السوشيال ميديا عالم هذا التواصل الاجتماعي دميت كلني السمك غفيت كلني الطير يدورون عليك ادنات الدون وبيغسلون الحين ابوي هذا سلاح ذو حدين ان سويت زين حد بيشكرك وان سويت نفس الزين بعد حد بيدمك عسبه فما شيء كالف شو اسمك؟ احمد المهيري هذاك احمد المهيري؟ هي ما شاء الله احمد المهيري خيب ها؟ شو هالرقاد؟ ملا ما ها شو عين؟ كانت ايس كريم؟ انت منك انا روحية لقيت كراك هنا نزل الفيديو ها كله ما نزله لا نزلت عاد خلاص الناس كلها شافوه قبل ليش تصورني وانا راقد وعلى ما تشوفون ها هذا ابو سوق البعيان سوق له اول غير ما له اخر اللي يبى ابوي اي ويختار النوع والنكش اللي تطلب ابويه ويعيبك وتختار تحط عليه اسمك تحط عليه رسمك تحط عليه لبوقك اللي تبى كل شيء جود كواليتي ونوعيه جيده وممتازه وسعر موافق وكل فنان كل غاوي يشحنونه للبلاد ولا حد يسالني لاني ما اعرف لا هذا شيء معروف من زمان يا غير انا خاطف قلت اخبركم مره عن مرتين على ما تشوفون وها اهو متسع كلها ابوي وعيان الدنيا كلها وعيان شبره كامله كام كبره كلها وعيان ريج السوق ابوي لا تشوفونه كل اللي يبيعون ابوي طيور طيور وربيان وسمك كل حي ما زينه انا ما تشوفون اشكال وانواع ورنا ممكن بسم الله ها سوق مالهم مهر الا بيع ابوي السمك هذا ما تشوفون خيبة هاي ها مرادم والله كبار بعد انغار الحين ابدا اشول لك ابوي وتبطرج نغارك وانت ماشي ها اشول لك اياه رقم واحد شو ريحة ها صلاح تبه؟ ايه عندك كل شيء تباه حتى النغر وين الضروس عاد النغر يبى ضروس وينهن زين قبل لا شو ها شيء ترخوه
أقول دقوش وفلفل وما أدري شو ها. ينا غيرنا مو نطعمه. خامس وجامي فنان ها. حرة بسكوت ها. صوت هذوين عند يبيع المغارة ها. كاسمكم انتو؟ وانتي؟ ما شاء الله. وين؟ نه. وين مور؟ أنا ذا. وين مور؟ ايه عيز فقير هو يا شوي عاوز يعني ها ده ورا ورا نغر نغر ها ايش عندك يا عم خلص مش عايز يلا بينا هاي حرمة يتوظهر هاي شيء من القرطاسة هذه ما يندرى بالشم نشوفه والله فنان على الشيفة فنان لا 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 صار مال لوادم يلا صلاح كنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كوكونات هل هذه كوكونات كوكونات يس اي كوكونات يخرب بيتك كوكونات اي حلو يا علي لسه تريد بعد واحد ولا بس خلاص؟ خذ الكوكونات كوكونات واو خذها خلاص انت لو في بلاد ثانية ما بتروم طيل اسمه ريحة الصناع والوهف غير سبحانك يا رب كل ريحة فنانة شو بلاك؟ والناس كلها صاخة ولا أحد يرمي صغيري أنا وصلاح والعالم كلها صاخة صختن وحدة ولا شيء الحين صيام من عقب صيام نحن اي اللي قلته قبل شيت لونج وقررنا بننزل صيام بنتغدى بنعيم من الله خير وعقب بنصير بنتغنى بنصلي المغرب والعشاء وبنصير عقب والله ما حد يرمس لنا ولا العالم لا كنت نعوية ولا مستظلة ولا آدم يرمس غير ها هلا ما تشوفون هو بيتكلم هذا هذا بعير حمدان بعير ايه ايش شو بعير بقول هالبطل والله العين عين لص العين عين لص اسرد شرقي غربي شمالي جنوبي صلاح منو هاللي وياك الحين منو هذيل الحين هاكل ربعك انت ربعك هالبطين انت ليش احنا شو طلبت انت حينة؟ ها؟ فش شو؟ ايه ايه شو طلبت انت؟ سمان سلمان سلمان
الحين انتو بنفس المطعم البارح مال الايس كريم صح؟ نعم. لك ايش رايكم فيه؟ طال عمرك رايك مره رقم 10 زي غير حبيبي ما لقطنا هذا ابوينا هذا اللي رقم 100 قدامنا 25 طاوله تريح على الاقل ساعه طاوله يعني الله يحفظك ما شاء الله العرب الحين هنا كل يوم يوم اسير اقطع تذكره مال القطار واسير وارد بها شو الشيء الجديد اللي تخبرني عنه واحد اثنين تفضل هذه البطاقه طال عمرك سعرها 100 بات هي. تعبيها بالمبلغ اللي تبغاه زين ميزتها انك ما تصف الطابور هي. زين وبس تحطها على الجهاز تصم من المبلغ اللي داخل نعم زين واذا انت حين بسير خمس محطات وغلطت ونزلت في الرابعه هذه تعفي اللي في حال اللي مثل حالتي هنا يعني لازم يقطع تيكت جديد حق يقدر يطلع نعم. اللي مقاطع التيكت هذا ما يحتاج وهاي شغاله لمده كم قد ما تحط فيها فلوس على حسب الاقتراح تنزها بس ايوه يلا مشكورين شباب هذا ابوي المطعم اللي الباح يتخبرون شو اسمه هذا اسمه لا تقولون ما قلت لكم افتر يو طلبنا منها البارحة كان مميز هذا مال الهنبة الهرم مال الهنبة هذا الاسكيب مال الهنبة كان مميز فلذلك اليوم ردينا وطلبنا ودي ثاني وشيء طلع ابو محمد خليفة بن سيف الكتبي يقول لي خالد ضروري تطلب عندهم فرنش توست فرنش توست قرأت لي مسج يقول اذا ما طلبت فرنش توست معناته انك غلطان فرديت اليوم مخصوص لاجل اطالع دوقه وارد عليك الخبر وهذا الطلب اللي خبرني عنه خليفه بن سيف فرنش توست بالصبثني يالس اقول فرنش فرايس غلط ترى فرنش توست بعدني ما طعمته شيف تقاوي وريحته خنينه وبعدني ما طعمته من الطعمه برد اخبركم ولا هذا عادها اصطف عليه ابوي الزلزال يا ابوكم ريحته حراها دهن ذوابه حرام يا غير دهن ذوابه ريحته وخنين ريحته وطعمها غير نمونه يا ويله اللي بيو ما بيطعم بعيد اخير عن الاسكريم مسير يومين ريحته تروح وفنان غير نمونه لا تقول ما قلت لكم صيام باراجون اسمه افتر يو هذا اهم شيء الفرنش توست هذا الحجم العائلي شيء حجمين حجم بيبي وحجم النورمال العادي البيبي لا ياخذون العود رقم واحد يحطون عاده فوقها العسل في ريحة مميزة شارات ريحة الذواب اللي على الضوء هاي الساعة تطبخ خنينة شيء ولايتي رقم واحد لا ما بمار رجيم المفروض ان اللي بي ما يخصه لا في رجيم ولا غير رجيم يكون عاقل رجيم وراه ويب ويلعب لعايب ويرد بلاده عاد ويصوم هناك عقب هالجرائم كلها اللي شفتوها عقب هالجرائم وهالفعايل ما يفتش الصوع ابوي الا هذا اكسبريسو انتم تدرون اني طول هالسنين من مليون سنه اتحرى اسمه اكسبريسو ترى يسمونه اكسبريسو بالسين ما بالكاف انا اقول اكسبريسو ما شاء الله المكان ما يشل من العرب كلها عرب من كل مكان ومن كل الأطياف من كل الأجناس اللي بتخبركم شيء فرق بين كل الأطياف وكل الأجناس ولا كلهن واحد المهم عاد أنا قلت
بنفسجي يحب اللون البنفسجي. كرك بالخير يا اخوي. هذه يا خالد الخالدي الشيرة كاملة كلها ورد بنفسجي. ما عندك عرب ياكلون السمك بالهمبه ونحن ناكل الموز بالكرك.